يعلن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية للجمهور الكريم أن هيئة الرؤية الشرعية ستعقد جلستها بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مساء يوم الخميس الموافق للرابع عشر من يونيو الجاري لتلقي الأنباء والشهادات برؤية هلال شهر شوال. إذا يدعو المجلس كل من تكون لديه شهادة أو نبأ عن رؤية الهلال أن يسارع بالاتصال بالهيئة الرؤية الشرعية للإبلاغ بذلك مشكورا مأجورا.